زي ما بنقول كده وسمعتم يمكن طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض. وخلي بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس، لكل المصريين مش لحد بعينه. اوعوا حد يدخل بينا، اوعوا حد يفتننا، لأن ده مش هينتهي. وكل ما هنكمل وهننجح أنا طولت كده؟ طيب يعني أنا بقول الكلام دوت لأن إحنا في الأيام الجميلة اللي زي دي وإحنا والله بنحبكم، صحيح؟ متشكر. ربنا يعيني إن أكون خادم أمين شريف للبلد ديت وليكم، يا رب يعيني على كده.